إذن شكرا جزيلا للجميع، شكرا لمصطفى على هذه الدعوه، وشكرا للحضور كذلك على يعني الصبر ديالو انه يعني صبر شويه وخدم شويه ديال التاخر وكذا. ف ان شاء الله اليوم كتتم لما سبق ان تحدثنا يعني فيه في المره السابقه بخصوص المورود الثقافي والبيئه والمعمار وعلاقته مع العولمه وتحديد التنميه المستدامه. اليوم نزولا على طلب السي مصطفى حاولت ان اركز على امر اساسي وهو مساله يعني الثقافه الاستهلاكيه المعاصره بين اكراهات العولمه وتحديد التنميه المستدامه. كتتم لما سبق ان يعني تحدثنا فيه في المره السابقه ف على كل حال هو موضوع الاستهلاك المعاصر هو موضوع ذو شجون. يكفي فقط يعني هذه الصوره اللي كتشوفوا امامي هي صورة معبرة على استهلاك المعاصر وعلى يعني تبعات وعلى يعني بعض المميزات ديال الاستهلاك المعاصر اللي كيعيشو الإنسان في هذه وفي هذا الزمن. فبصورة بسيطة جدا شنو هو الاستهلاك؟ هو عمل استعمال سلعة أو خدمة بهدف إشباع حاجة عند الإنسان بشكل مباشر، يعني كتكلم على الاستهلاك النهائي او بغرض انتاج سلعه او خدمه يعني اخرى، يعني ما يسمى بالاستهلاك الوسيط. على كل حال هذه ماشي هو اللي كيهمنا، اللي كيهمنا اساسا وهو الى ركزنا مزيان مع يعني هذه الصوره هذه ومع هالابداع اللي كنعتبره يعني ابداع، يعني هذه الصوره فيها ابداع تعبر عن واقع الانسان المعاصر وعلاقته بالاستهلاك. يعني الاستهلاك في تجلياته، نعم يعني الاستهلاك المعاصر في كل تجلياته، يعني الانسان وكأن الانسان خلق ليستهلك، ومع ذلك فالاستهلاك رغم كل ما يستهلكه الانسان فحالته كما ترون في هذه الصورة، يعني لم يصل إلى السعادة عن طريق الاستهلاك، وهذا ربما راجع إلى طبيعة النظام الاستهلاكي المعاصر لحقيقة. ربما إلى حين حتى أرجعنا الفكر الاقتصادي، فما نعيشه اليوم هو نتاج للفكر الكلاسيكي الليبرالي الذي يعتبر الاستهلاك كتدمير للثروه. الاستهلاك في النظام في الفكر يعني الكلاسيكي هو مؤشر على تدمير الثروه. الفكر الكلاسيكي يركز على تراكم رؤوس اموال ويركز على التوفير ولا يعطي اهتمام كبير للاستهلاك، على عكس الاستهلاك الفكر الكينيزي الذي يعطي قيمه اكثر للاستهلاك باعتباره محرك اساسي للاقتصاد. اي اقتصاد في العالم له محركين، المحرك الاول وهو الاستهلاك، والمحرك الثاني وهو الانتاج او 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 الاستثمار. ففي الفكر الكينيزي يعني ركز كينز على الاستهلاك باعتباره يعني يعني واحد محرك اساسي للاقتصاد بصفه عامه وللتنميه بصفه خاصه. ثم ربما الى اعتبرنا في دوله يعني اسلاميه ولنا ثقافه اسلاميه، فالاستهلاك في الفكر الاسلامي كذلك له يعني محددات وله ركائز باعتبار ولا يعني باعتبار انه يعني الاستهلاك في الفكر الاسلامي يركز على مبدا التوازن وعلى مبدا الاعتدال
يعني لا إفراط ولا 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 تفريط، ويؤكدوا على مبدأ يعني نبع إسراف ونفس ونبع التبذير والتركيز على يعني الاستهلاك من أجل سد حاجات الناس الأساسية. هذا كإطار نقول نظري فكري فلسفي شنو هو الاستهلاك. الآن